السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة اسباس ميرا. معكم ميرا، توحشتكم بزاف، راني في شعال ما بنش. المهم في هذه الفترة اللي غبت فيها كنت نغير في نفسي، كنت نطالع، كنت نتقف، كنت بزاف صوالح، كنت نقرأ، كنت المهم هذا الفيديو جبتها لكم ان شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير، وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو. في هذه الفترة قريت على فلاي ليدي وعجبتني الطريقة تاعها تاع التنظيم. سي بوغسا بغيت نشارككم في هذه الخطوات اللي تعلمتهم واللي راني نطبقهم في حياتي. هذه السلسلة تقول باللي كيفاش نوصلوا طريقة تسهل علينا عملية تنظيف الدار ويولي مرتب ونظيف كاع الوقت بأقل جهد وأسرع وقت. المهم ان شاء الله تكملوا الفيديو تستفادوا منه، ولا عجبكم بيان سور ديروا لي جام، ولا ما عجبكمش ديروا لي كومونتير الحاجه اللي ما عجبتكمش نبدلوها ان شاء الله، وما تنسوش الاشتراك. الحاجه اللي قلتها لكم ولا اللي روماركيتوها بالعاني، صورت لكم الكوزينه كيفاش كانت نقيه من الصباح، كيفاش كانت نقيه. الخطوه الاولى اللي تهدر عليها فلاي ليدي هي تقول لك كيفاش تخلي الحوض تاعك نقي. هما يقولوا الحوض نقي باسكو المواعين يديروهم في لافيسيل، تنقي البوطاجي وتنقي الحوض وتخلي لافيسيل تغسل. احنا راني نقول لك كيفاش تخلي الكوزينه تاعك نقيه. صافي، مين تكملي تتعشي تغسلي المواعين وتخلي الكوزينه تاعك نقيه قبل ما تروحي ترقدي. احنا كاع نتعشوا بكري مع العيشة، هنا سيو باش تتعشوا قبل العيشة باش مين تكملوا العشاء تغسلوا المواعين، يأذن العيشة تصلوا. هنا اللي قال لكم تغسلوا المواعين قبل ما تروحي ترقدي، اللي قال لك تغسلي المواعين ما تعجزيش ولا تتكاسلي، ولا انا خطيني من هذيك اللي تكون مريضه ولا يكون عندها ولدها مريض ولا راجلها مريض، ولا تكون تتوهم، ولا تكون ولدها كيما قلت عنده لي زيكزام، ولا هذيك ظروف خاصه ما تنجمش تخلي ولدها ولا راجلها ولا هي كانت مريضه فريمون مريضه ماشي متكاسله، مريضه راني نقول، وتروح تغسل المواعين. لا مش كيما هكا، هنايا غادي تجهدي في نفسك. المهم لا كنتي متكاسله باسكو انت غادي تكملي الحشا تاعك تقولي اي خليني غادي نقعد نجهد في نفسي، لا. هنايا الجهاد المرض تاع النفس هو اللي واعر، ماشي المرض تاع الكوغ. باسكو ملي تنوضي الصباح وتلقي الكوزينه نقيه غادي تجيك واحد الطاقه ايجابيه، غادي يجيك واحد الحماس باش ديري بزاف صوالح وخد اخرين. انا هنايا من نوض ولقيت الكوزينه تاعي نقيه فرحت بزاف، مالغري كانت عندي غير جوج حبات كوفريت وجوج حبات كاليطه وكليتهم وفرحانه فرحانه بروحي. وشوفوا واش درت، بقالي الوقت عجنت الخبز، درت المدلوك، فريمون هذيك الكوزينه خلتني ندير صوالح بزاف. بصح الكوزينه مي تكون مسخه غادي ندي ساعة ونص ولا ساعة وانا غير نقي فيها، وزيد بزيادة هادو الايام راهي نقطع الماء. ايماجيني تنوضي الصباح وتلقي الكوزينة تاعك مسخة وما كانش الماء، فريمون كارثة. انا الصباح من نوض ونلقى الكوزينة تاعي نقية يبقى لي غير ديك التسييقة والدار تولي تشعل، نلها في روحي ولا نروح نشري ولا ندير الفطور في غردي، ولا يجو عندي تجي عندي ضيف على غفلة نعرف شا ندير نريح معاه، ولا ندير صلة الرحم، ولا بزاف صوالح، ولا عندك ولادك تحفظيهم، ولا تلعبي معاه غريان، تلعبي مع ولدك تعطيه داك الحنان، تعطي لولدك الحنان، ماشي تخليهم قابل لاتيلي في البارك تاعه وانت تقعدي لهيا غير مع ديك الكوزينه. سيختو لا كنتي خدامه تنوضي تلقي الكوزينه مسخه غادي تبلعي عليها وتروحي تخدمي، صافي غادي تروحي تهمبري برا وتجي تلقي التماره الداخل. هنايا ننصحك زعما هذه عن تجربه، انا كنت نقول اي راني عايه نروح نرقد وصاي، ومين نروح نرقد نقعد غير طالعه مهوده في داك التليفون، وداك التليفون ما فيه والو، فيه محتوى فارغ، دوك القنوات فارغ فارغ فارغ، ما فيهش حاجه اللي نستفاد منها انا تالمون اللي شت هذا المحتوى الفارغ سيختو زعما للاسف. القنوات الجزائريه قليل وين تلقي حاجه محتوى هكا يفيدك، فيه وصفه شابه، فيه نصيحه، فيه كيفاش حاجه زعما قش فيه ما نباليش حاجه نخرج بها فايده، نقعد غير طالعه هاوده ونتفرج في الناس، ولا نروح للفيسبوك هو راني عارفه بلي ما فيه والو، وانا نقعد نشوف فيه ونقعد ناكتياليزي وما نلقى والو. سيختو لا رحتي داك التيك توك تما هذيك هي الوخده الكبيره، تدي هذيك زوج سوايع من وقتك باطل، تري تعي
تعي الصحة تاعك، تعي عينيك يعيو، وتخلي صلاتك وتخلي الكوزينة تاعك مسخة. اللهم ان شاء الله ديروا هذا التحدي، باسكو انا كنت نديرها ونقول لك كيما نقولوا راني حاجه اي سي با لا فان دي موند، غدوه ونغسلهم. ومي نوت كيما قلت لكم نلقى روحي دي غوتيا كارها، وباش ندخل ديك الكوزينه هكا بالسيف باش نغسل دوك المواعين. بصح مين تلقي الكوزينه تاعك نقيه غادي النفسيه تاعك ترتاح، غادي تولي عندك طاقه ايجابيه، غادي يولوا عندك صوالح اخرين اديريهم كيما قلت لك. وراهي جايه القرايه اللي عندها وليداتها تديهم يقروا، ولا ليكور، ولا عندها بيبي تديه مانيش عارفه انايا لا نوريس ولا لا كريش. المهم كاين بزاف، كاين بزاف الضغوطات، كاين بزاف لي شارج. اللهم من تنقي الكوزينه تاعك غادي تنقص عليك بزاف، تولي تتهلي في روحك وتتهلي في وليداتك، وتخلي عندك الوقت بزاف باش ديري صوالح اخد اخرين. تسمى هذه فلاي ليدي تقول لك اللي نتعلمو كيفاش ننظفوا حوض المطبخ. كل مساء قبل ما تروحي ترقدي ليق لك تنقي الكوزينه وتنقي لافابو، وسيختو الكويزينيير تنقيها غايه. انا ننقي الكوزينه ونقي لافابو ونقي الكويزينيير، ونوجد البريق تاع القهوه ندير فيه الماء ديال القهوه اللي نوض بكري يشعل تحته. دي فوا راجلي ينوض بكري يحرمي عليه النعاس، يلقى القهوه واجده ويلقى الكوزينه الله الله، يشرب قهوته في الكوزينه، ما يروحش كاع للصالون ولا يروح يقابل لاتيلي ولا، يشرب قهوته في الكوزينه بوطاجي نقي، غير يشعل تحت الفرنو ويلقى كل شيء واجد. هنا من بقى لي الوقت ان شاء الله ديروا هذا التحدي وتطبقوه، وغادي نروحوا للخطوه الزوجه والثالثه والرابعه ان شاء الله. راني قاع قريتهم وراني نطبق فيهم بيان سور مع بعض التعديلات، باسكو نحن كمسلمين ما غاديش نديروا قاع الحاجه اللي تخرج عليها. هي درت بعض التعديلات في الخطوات، ان شاء الله نفيدكم بهم، وان شاء الله يكون المحتوى تاعي راقي. أم تخرجي تتفرجيني سيدي، تخرجي بحاجة تاع فايدة، وما تنسيش خدي ديري جام باش أم الفيديو تاعي يوصل، وتزيدوش تشجعوني إن شاء الله. مين بقى لي الوقت عجنة الخبز اللي كنت ديجا درتها معاكم بليزيوغ فوا، وخليت لكم الوصفة هكا مكتوبة، ساهل ماهل مالغري الكوشة تاعي ما تشعلش من الفوق راهي خاسرة، مي جاني زعما قطن قلبته شاولة الخبز. نعطيكم واحد لاستيس، لك كوشتك ما تشعلش من الفوق، ولا بليبار تاع الكوش تاعكم عارفين لي مارك شوية هادوك يقصوا، ولا تتحلي شوية الباب باش تشعل، ولا هنايا قلبي الخبز تاعك بصح قلبيه فوق الشباك، ما تقلبيهش فوق البلا، تقلبيه فوق البلا يجيك مكلد ويجيك يابس. قلبيه قلعي البلا ديريه فوق الشباك وخليه مقلوب يجيك اون ديغي شعلتيه من الفوق. جاني ما شاء الله. من بعد درت بانت لي باش ندير شويه تاع المدلوك نتقهوى به، درت غير شويه واحد 7 حبات 9 حبات هكا درتهم، درت غير شويه كونتيتي. انا ندير عيني هي مزياني، بصح نعطيكم بالمقادير، ديروا 3 عبار سميد رطب رطب رطب. انا ندير هنايا للامانه زعما باش نقول لكم نيشان، هذا ماشي بيبليسيتي، انا بروحي عندي 2 تاع لي زابوني وما عنديش لي في بزاف، انا ندير البركه ولا ندير ماما لي صفر هذاك صفر، ولا مي تشروه بالميزان تشوفوه صفر صفر، هذاك يجيكم مدلوك ويجي بالخف زعما ريشه. درته باش نتقهوى به، ما كانش عندي حاجه نتقهوى بها، شتو الكاليطه والكوفريت كاع كملتهم الصباح، ما كانش عندي حاجه نتقهوى بها، درت هذا المدلوك. المهم اللي تقهوينا به تقهوينا به، وجه خفيف ريشه. هنايا تبغوه ما يجيكمش مزيت، ديروا دروا شويه تاع السميد، ولا راني دايرت لكم ديجا وصفه درتها بالدهان باش تجيكم فيه بنه تاع الدهان، انا راجلي ما يبغيش الدهان يبغي الزيوتات. المهم شوفوا غير تبدا تتنفخ اقلبوها وقعدوا هكا تدوروا فيها تجيكم، شوفوا كيفاش منتفخه. المهم قلت لكم تقهوينا به، شربنا به اتاي بالعسل. اللي بقالي درت تشكشوكه، درت البصل قطعته درت له شويه تاع الملح باش يدوب بالخف، هنا البصل بالخف يدوب. هنا قعدت نخمم باش ندير الحشا، اي قلت لك تيا راني دايره المدلوك غير هذا وندير تشكشوكه. درت شويه تاع البصل وخليته يدبال كاع، درت له طوماطيس ودرت الفلفله، درت طوماط كونسونطري، درت شويه تاع الماء وشويه تاع الحرور وخليتهم طابوا في غرضهم. جات تشكشوكه ما شاء الله، تحسب تقول ناكلها هكا بلا ما نديرها في المحاجب. انا المحاجب نديرهم بهذه الطريقه، ما نبغيش نقعد نحال وندير فلاصوص نعيا بزاف، من نديرهم بهذه الطريقه تجيني سهله.
ومام من ندير المدلوك نديرها في الكونجيلاتور، من بعد غير نجبد وندير لاصوص نخليه يدي كونجلا وندخل فيه، ندخل في في المدلوك تاعي وناكل ونحميه في المقله. شوفوا كي جاني، جاني ما شاء الله هنا في البالكون. بديت لكم بالبالكون، الدنيا كاع كانت راكده، كنت غير وحدي انا، كانت 7 تاع الصباح وكملتها لكم في البالكون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، يعجبكم النصائح، ما تنساوش تابوني وتدوا بهذه النصائح وتخرجوا بفائده باذن الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الزعيمه والتطبيق.